صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصبح عليكم من المدينة الأجمل من دبي اللي تحتضن المعرض الدولي إكسبو 2020، ونقول للعالم أهلا في دبي وأهلا بكل الشعوب بمختلف ثقافاتها في مدينة السلام والإبداع. ورحب فيكم مستمعين الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. يسعدنا دائما 1-4 وللرسائل النصية القصيرة 4006. وأطيب التحيات مني محدثتكم آمنة آل علي وبرافقكم في فقرات هذه الحلقة. حلقتنا لليوم بنتناول آخر الأخبار الصحية والعلمية اللي تهم كافة أفراد المجتمع وأكثر المناقشات والحوارات والأخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي. وعندنا اليوم بعد فقرة مميزة عن الفقرة هذه، بنتكلم فيها عن خفض الوزن وهل يعد الميزان مؤشر حقيقي لخفض الوزن أم لا. وفي فقرتنا الأخيرة لليوم بنتكلم عن موضوع الصحة النفسية، ولكن من جانب آخر بنتناول موضوع التوحد وتأثير الصحة وتأثيره على الصحة النفسية لإخوة الأشخاص المصابين بالتوحد. بتكون معنا إن شاء الله أخصائية نفسية بتحدثنا عن هذا الموضوع، تابعونا. ونبدأ برنامجنا اليوم مع الخبر اللي يقول 5 وجبات خفيفة لتقليل خطر أعراض ارتفاع الكوليسترول. ممكن تجنب ارتفاع نسبة الكوليسترول عن طريق إجراء تغيرات في نمط الحياة، بما في ذلك إعادة التفكير في نظامكم الغذائي، ويمكن أن تزداد مستويات الكوليسترول بشكل طبيعي مع التقدم في العمر، ويمكن أيضا أن يؤدي الإفراط في تناول الكوليسترول الضار إلى زيادة خطر الإصابة بعدد من الأمراض القاتلة لا سمح الله، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية. ومع ذلك هناك بعض التغيرات البسيطة في نمط الحياة اللي يمكن أن يساعد أيضا في تقليل مستويات الكوليسترول. ووفقا لجمعية الكوليسترول البريطانية، يمكن أن تكون التغيرات في نظامكم الغذائي مثل ما ذكرنا هي العامل الأساسي. وتقول الجمعية بأن الأكل الصحي يحدث فرقا كبيرا في مستويات الكوليسترول لديك ولصحة قلبك كذلك. وعلى الرغم من وجود العديد من الطرق اللي يمكن من خلالها تغيير نظامنا الغذائي، فإن تغيير طريقة تناول الوجبات الخفيفة مهم جدا، لأنه يمكن أن يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول كجزء من نظام غذائي صحي شامل. وتشير جمعية الكوليسترول البريطانية إلى 5 وجبات صحية خفيفة يمكن إجراءها، وهي أولا يمكننا أن نستبدل رقائق البطاطس بالفشار العادي الغير مملح، يعني بدال البطاط نقدر نستخدم ناكل البوب كورن الغير مملح. ويمكننا أيضا استبدال البسكوت اللي ناكله كل يوم كوجبة خفيفة بقطعة من رقائق الشوفان أو كعك الأرز، وكذلك استبدال المعجنات بالفاكهة، واستبدال الزبادي كامل الدسم بالزبادي الخالي من الدسم، واستبدال الحلويات بشرائح الخوخ أو العسل. ندري أن هاي الأشياء يمكن بعض المستمعين يشوفونها مو بكل يوم يقدرون يستبدلون هاي الوجبات الخفيفة بوجبات صحية، ولكن إذا تعودنا على هالأشياء ممكن أن نحن نحافظ على نظامنا الغذائي، وكذلك نحافظ على مستويات الكوليسترول اللي نعرف أنه ممكن أنها ترتفع مع التقدم في العمر. فليش لا نحافظ على مستويات الكوليسترول بشكل طبيعي، نحاول دائما أن نتجه للخيار الصحي. وطبعا الخيار الصحي مثل ما ذكرنا أعزائي المستمعين خيار سهل وبالتناول الجميع وما يكلفنا شيء، ولكن يمكن ما نقدر نقول
طول أيام الأسبوع بدلوا السناكات بأشياء صحية، حتى لو اتجهنا لثلاث أيام في الأسبوع واستبدلنا السناكات بأشياء أكثر يعني صحية، مثل ما ذكرنا رقائق الشوفان، الفوشار الغير مملح، الزبادي الخالي من الدسم وشرائح الخوخ. هاي أشياء بتتجه مع الأيام لتصبح عادات غذائية صحية نلتزم بها إن شاء الله. فهذا كان خبرنا لليوم، وبعد هذا الخبر بنتجه مثل ما عودناكم في بداية حلقات برنامج صحة وسعادة أن نتكلم عن وسائل التواصل الاجتماعي وآخر المستجدات اللي تحدثنا عنها دائما زميلتنا أسماء الجناحي. صباح الخير أسماء. صبحكم الله بالنور والسرور عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور البيت. خير وسعادة يا أسماء. ناخذ شوي بعض المعلومات اللي كانت موجودة بقنوات التواصل الاجتماعي. البارحة كنا حاطين نشرة خاصة حول قاعة مركز تطعيم الموجود في قاعة البيت متوحد، وهو مركز تطعيم كوفيد 19 يوفر لقاح فايزر بيونتك. حطيناه كان يعني هذا المركز تم افتتاحه مؤخرا من قبل هيئة الصحة، وحطينا أوقات العمل اللي هي من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 الصبح إلى 8 الليل، والجمعة والسبت من الساعة 4 إلى الساعة 8. وممكن الأشخاص يأخذون المواعيد من خلال تطبيق هيئة الصحة بالبي أو من خلال الواتساب 8-3-3-2. لكن وصلتنا مجموعة من الأسئلة راح نقراها لكم مع إجاباتها. من ضمنها، هل توفر تطعيم لحاملين فيزا سياحة؟ لا، التطعيم هو للمواطنين حاملي إقامة دبي والمقيمين في دبي من حاملين إقامة إمارة أخرى. هل السؤال الثاني، هل هو متوفر لأقل من 12 سنة؟ تبدأ يعني العمر اللي تبدأ فيه هيئة الصحة بتوفير له لقاح فايزر بيونتك هو 12 سنة فما فوق. أيضا من ضمن الأسئلة اللي وصلتنا، هل ممكن الواحد يتبرع بالدم بعد التطعيم؟ يمكن تبرع بالدم بعد مرور أسبوع أو 7 أيام من الجرعة، سواء كانت الجرعة الأولى أو الجرعة الثانية. أيضا من ضمن الأشياء اللي كانوا يسألونها، أن هل ممكن أن اللي يأخذ لقاح فايزر بيونتك بعد حصوله على جرعتين من لقاح ساينوفارم يمكن الحصول على لقاح فايزر بيونتك جرعتين بعد لقاح سينوفارم بعد مرور 3 أشهر من الجرعة اللي خذاها؟ فبعد آخر جرعة سينوفارم 3 شهور ممكن أنهم يأخذون لقاح فايزر بيونتك جرعتين. أيضا من ضمن الأشياء اللي كنا حاطينها تحديث لمراكز اللي توفر فحص كوفيد 19 اللي هي موجودة قائمة طويلة في قنوات التواصل الاجتماعي، من ضمنها المراكز اللي تعمل بالمواعيد والمراكز اللي بدون موعد. فهاي كل المعلومات متوفرة في قنوات التواصل الاجتماعي، ونتمنى للجميع أن يعني اللي حابين يحصلون على هالمعلومات يدخلون حسابنا DHA_Dubai على تويتر وإنستغرام وعلى فيسبوك دبي هيلث أثوريتي، ونتمنى لكم الصحة والسعادة. شكرا لك أسماء الجناحي، ونتمنى لك يوم سعيد ومليء بالإنجازات. شكرا لك. أعزائي المستمعين، طبعا بعد فقرة السوشيال ميديا اللي حدثتنا أسماء عن آخر المستجدات فيها، دائما ننصحكم إلى التوجه إلى مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لهيئة الصحة بدبي واللي هي DHA_Dubai، وخاصة تطبيق إنستغرام أو هذا الموقع التواصل الاجتماعي اللي هيئة الصحة في دبي تحط فيه آخر التحديثات المهمة واللي تهمكم، خاصة لسكان دبي اللي هم وين يقدرون يحصلون على التطعيم، وين يقدرون يحصلون على فحوصات كوفيد 19. كل هاي المعلومات بتكون موجودة في تطبيق الانستغرام DHA_Dubai. أعزائي المستمعين، بنطلع معاكم فاصل قصير وبنرجع، تريونا. صحة وسعادة. رجعنا لكم أعزائي المستمعين مع برنامجكم صحة
وسعادة، برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. يسعدنا دائما تواصلكم وتفاعلكم معنا على الأرقام التالية 600-551414، وللرسائل النصية القصيرة 4006. أعزائي المستمعين، الحين انتقل معاكم مع فقرة التغذية. فقرة التغذية اليوم بنتكلم عن خفض الوزن أو الحمية الغذائية، ويسميه البعض الدايت أو الرجيم، ومسميات وعناوين مختلفة لموضوع واحد وهو التخلص من السمنة أو الرشاقة. وكل من يدخل في هذا في هذه البرامج يبدأ وينتهي عند مؤشر واحد اللي هو الميزان اللي يتخذه للتعرف إلى مدى خفض الوزن. فأي حد حاب أنه يتخلص من وزن اليوم أو يمارس الدايت أو الرجيم، بنتكلم عن علاقة كل هذا بالميزان مع الأخصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي. أستاذة مريم، صباح الخير أستاذة مريم. صباح النور أختي آمنة، وحيا الله متابعينا متابعين برنامج صحة وسعادة. أهلا فيك أستاذة مريم. بداية بنتعرف معاك على الحمية الغذائية وخفض الوزن، وشو اللي يحتاج الشخص لتنفيذها، وخاصة أن هاي البرامج طبعا الحين ما صارت بقاصر على فقط الأشخاص اللي يعانون من وزن زايد، نشوف يمكن أشخاص وزنهم عادي وضعاف بس بعد يبون يسوون حمية غذائية ويضعفون أكثر، فنبى نعرف أكثر منك عن هاي الحميات الغذائية وخفض الوزن. نعم، في البداية لازم نحن نعرف أن ما شاء الله الحين في هناك العديد من البرامج والحميات المتنوعة والمبتكرة والمختلفة، فاللي نبغى نحن نوصله لمتابعينا أن النظام الغذائي، أي نظام نحن بنتبعه، لازم له شروط ومعايير، إنه لازم يحتوي على جميع العناصر الغذائية وما يكون في شيء زيادة وفي نقص في العناصر الغذائية، بحيث إنه ما يكون في سوء للتغذية وبالتالي يؤدي إلى تعرض الشخص للمشاكل الصحية. الأنظمة والبرامج اللي عندنا حالياً واللي الناس تحبها في الغالب هي تبغى أنظمة سريعة، ما أدري ليش هالاستعجال، سريعة وإنها تكون بسيطة وتعطي نتائج سريعة، يعني يبون نظام سريع ونتائج سريعة أسف ينزلون الوزن، ولكن نتيجة هاي اتباعهم لهاي الأنظمة نتيجتها وقتية تكون. نحن ما نبغى نحن ننزل وزن نرد ننزل ونرفع وننزل ونرفع، لأن هاي النزول والصعود في الوزن هذا ممكن يشكل خطر للصحة. نعم، خاصة النزول السريع أو مثل ما ذكرتي الصعود السريع للوزن أيضا. فإذا نحن قلنا أستاذة مريم الشخص طبعا إذا بينزل وزنه أو يبي ينزل شوي من وزنه أو وايد أو يبي يسوي حمية يعني قاسية، مثل ما ذكرنا في بداية يعني هذه الفقرة، دائما بيتجه إلى الميزان. فنبغى نعرف منك اليوم، هل الميزان يكون مؤشر واقعي لخفض الوزن؟ يعني نقدر نقول إن هذا هو المؤشر الأساسي اللي نعرف منه إن وزن الشخص هذا نازل؟ دائما لازم يكون في هناك الانتباه والحرص على مؤشر الميزان، لأن الميزان ممكن يظلل الواحد، اليوم وزني مثلا يناسبني اليوم الثاني، مع أني أنا متبع نفس البرنامج ولكن في اختلاف في الوزن ويؤدي إلى الإحباط. نعم، فنقص الوزن على الميزان لا يعني بالضرورة فقدان اللي نحن نباه، ممكن الفقدان يكون في الغالب ماي سوائل. نعم، فإذا قلنا أن الميزان مش هو المؤشر الواقعي لخفض الوزن، هل هناك من وجهة نظرك أستاذة مريم مؤشرات أخرى لخفض الوزن يمكن الاعتماد عليها بدال الميزان؟ هو الميزان حلو أن الواحد يراقب نفسه
من خلال الميزان ويشوف التغيير والفروقات اللي موجودة، ولكن بشروط. يعني إن نحن إذا بناخذ وزننا يفضل على الأقل مرة في الأسبوع أو مرة في الشهر أساس نشوف نتائج حلوة. ممكن يكون الميزان، ولكن مثل ما قلنا الميزان في بعض الأنواع من الموازين هاي فيها تضليل نقدر نقول أو عدم الدقة. لا لا، ممكن يكون فيها دقة، فيها مثلا كتلة، الكتلة العضلية، كتلة العظم، كمية تحسب لك هاي الأشياء. فهاي الأنواع من الموازين تكون جيدة وصالحة وممكن الواحد يعتمد عليها. ولكن إذا كان الميزان العادي يفضل أن الواحد ما يعتمد عليه اعتماد كلي. وفي عندنا طرق ثانية بديلة، هي عندنا اللي هو القياسات عن طريق الشريط. نحاول نقيس محيط الخصر، الأرداف، الأذرع، لأنه ساعات ممكن يكون في زيادة في نقص في الوزن اللي هي الدهون بالمقابل زيادة في العضل، فالواحد ما يلاحظ نزول الوزن، ولكن يكون فيه نزول وفي تشكيل في الجسم بطريقة منسقة وحلوة. نعم، فإحنا قلنا الفكرة أن نحن نتخلص من كيلوغرامات من الوزن، هل تحقق لنا المستوى المرجو نقدر نقول من اللياقة البدنية، ولا يعني ليس هناك علاقة بالوزن باللياقة البدنية؟ الاثنين مرتبطين ببعض، الغذاء المتوازن والنشاط البدني، الاثنين مع بعض يكافحون زيادة الوزن، السمنة، الوقاية من الأمراض، المحافظة والابتعاد عن السلوكيات الغير صحيحة. بشكل عام يعني الاثنين يكونون مرتبطين ببعض. نعم، أستاذة مريم، عطينا نصيحة أخيرة تقدمينها للمستمعين فيما يخص خفض الوزن وعلاقته بالميزان. الوزن؟ نعم، علاقة الميزان بخفض الوزن بشكل عام. الميزان مثل ما قلنا يعني مب هو المؤشر الواقعي اللي نحن نعتمد عليه. نحن ممكن نعتمد على نظام الغذائي وتغيير السلوكيات اللي نحن ماشيين عليها، اللي هي مثلا المجموعات الغذائية إذا كنا نحن مواظبين عليها، طريقة النوم الصحيحة، التناول الصحيح، هاي كلها مؤشرات ممكن تساعد في نزول الوزن وبالتالي المحافظة والوقاية من الأمراض. نعم، طبعا أستاذة مريم علي أخصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي، شكري لك اليوم تواجدتش معنا وهذا الموضوع الشيق، شكرا لك. حياك. أعزائي المستمعين، طبعاً بعد فقرة التغذية كان عندنا استفسار من أحد المستمعين يقول: سام عليكم، هل مطلوب الموعد أو بدون موعد للمواطنين لأخذ الجرعة الثالثة والرابعة من فايزر؟ طبعاً نحن نقول لمستمعنا اللي نهاية رقم 3 ثمانيات أن التطعيم ضد كوفيد-19 وأخذ التطعيم يتطلب موعد مسبق سواء للمواطنين أو القاطنين في إمارة دبي. يطلب منه أنه يأخذ هويته، أول شيء يتصل على 80342 أو يحفظ الرقم 80342 ويأخذ موعد عن طريق الواتساب لأقرب مركز صحي له ويتجه هناك وبيعطونا إن شاء الله موعد. فجميع يعني تطعيمات ضد كوفيد-19 تحتاج الحصول على موعد مسبق، ولكن بعد هذا الموعد يمكنك تأخذ هويتك وتتجه للمركز الصحي، وهذا طبعا تفادي للتأخير. هذا بيسهل عليك وبيسهل على جميع المتعاملين إن شاء الله يعني حصولهم على الجرعات من فايزر بيونتك.
فأعزائي المستمعين بعد هذا الاستفسار بنطلع معاكم فاصل قصير وبنرجع نكمل معاكم فقرات برنامج صحة وسعادة. وبعد الفاصل بتكون معانا فقرة جدا مهمة عن الصحة النفسية لإخوة الأطفال المصابين بالتوحد، انتظرونا. صحة وسعادة. رجعنا لكم أعزائي المستمعين مع برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. يسعدنا دائما تواصلكم وتفاعلكم معنا ومع ضيوف حلقاتنا على الرقم 600551414، وللرسائل النصية القصيرة 4006. أعزائي المستمعين طبعا ندعوكم دائما لزيارة المعرض الدولي اللي يجمع العالم بمختلف ثقافاته في دبي لتعيشوا التجربة الفريدة والمميزة في إكسبو 2020. ومستكملين معاكم فقرات برنامج صحة وسعادة، وطبعا يعتبر شهر أكتوبر من الأشهر اللي صادف فيها يوم الصحة النفسية، ونحن إن شاء الله في هذا الشهر بنتناول مواضيع كثيرة تهمكم فيما يخص مجال الصحة النفسية. وللحديث طبعا اليوم عن موضوع التوحد، ولكن القليل لا يعلم بأن التوحد لا يؤثر على الطفل المصاب به فقط، ولكن ينعكس أيضا على أخوة الشخص المصاب. وللحديث في هذا الموضوع بتكون معانا اليوم الأخصائية النفسية الدكتورة مايا حلو، أخصائي نفسي في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال. صباح الخير دكتورة. صباح النور، مرحبا، أهلا فيك دكتورة. بداية حبينا نعرف منك عن الخدمات النفسية اللي يقدمها مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال. نعم، أول شيء أنا بتشرف كتير كون ضيفتكم بهذا البرنامج، شكرا كتير لاستضافتي. شكرا. أنا بشتغل بمستشفى جليلة التخصصي للأطفال، وهو أول مستشفى بالمنطقة وبالإمارات متخصص بس للأطفال واليافعين. وكمان بالمستشفى نحن المستشفى الوحيد اللي عنده مركز التميز للصحة النفسية لدى الأطفال واليافعين. بقسم الصحة النفسية عنا فريق كتير كبير متعدد التخصصات، والهدف تبعنا أكيد مش بس نعمل تشخيص للحالات اللي تسجل عنا، بس كمان نساعد هالأطفال إنه يتغلبوا على الصعوبات، يطوروا مهاراتهم، وكمان نواكبهم هن وعائلتهم بهذا المشوار. يعني من إنه يتقبلوا الحالة، يفهموا الحالة أكثر، يصير ثقافة أكثر عن الحالة، كمان يعرفوا يتغلبوا على الصعوبات، ويضلوا إن يكون عندهم إذا بدك ديناميكية بيت صحية وسليمة. نعم. نحن يعني كعائلة إذا بدي. نعم، فجميل دكتورة مايا أن يكون لدينا يعني في دبي في مستشفى التخصصي للأطفال الجليلة أن يكون عندنا مركز التميز للصحة النفسية. يعني هذا مركز جديد، أول مرة طبعا نعرض خدماته في برنامج صحة وسعادة، وإن شاء الله بنتطرق دكتورة مرات أخرى لهذا المركز بشكل عام، يعني بكل الخدمات اللي يقدمها، لأن الصحة النفسية الكثير يجهل أهميتها، والكثير يجهل أنه ممكن أنه يساعد أطفاله بمجرد الحصول على الاستشارة في الصحة النفسية. فاليوم موضوعنا دكتورة موضوع التوحد، فحبينا نعرف منك تعريف مبسط للمستمعين شو هو التوحد. أكيد، بطريقة مبسطة خلينا نقول إن التوحد هو اضطراب عصبي نمائي بتم تشخيصه بخلال أول 3 سنوات من حياة الطفل. وقت نتكلم عن التوحد أكيد نحن عم نتكلم عن قصور أو تأخر بالمهارات الاجتماعية وبمهارات التواصل، إن كانت اللغوية وغير اللغوية، وأكيد بيكون عنا كمان سلوك نمطي، إن كان بطريقة التفكير، بطريقة التصرف، بطريقة اللعب، بيكون عنا سلوك نمطي. أكيد التوحد العلاج تبعه منه دوائي، هو علاج سلوكي بينعمل بجلسات مكثفة فردية بين المعالج والطفل كرمال نعدل السلوك وأكيد نطور المهارات. يعني هيدي قد
هيك تعريف كتير مبسط بس لضيقة الوقت يعني. نعم أكيد. وطبعا دكتورة الحين كثير من الناس يعلم بموضوع التوحد وعندهم دراية أيضا بهذا الموضوع، لأن نشوف أكيد حالات للتوحد بين الأهالي، فاستوى عندهم شوي وعي بهذا الموضوع. ولكن يعني موضوعنا اليوم أعزائي المستمعين، نحن ما بنتكلم فقط عن التوحد، الموضوع اللي أنا طبعا شاكرة لدكتورة اختيارتك له، يعني يمكن كثير من الناس يجهل دور أو لا يعلم بدور الأهل الكبير اللي خلف هذا الطفل المصاب بالتوحد، وتأثير أن وجود شخص مصاب للتوحد على الصحة النفسية لإخوة المصاب بالتوحد. فسؤالنا اليوم يقول: هل يمكن للتوحد أن يؤثر نفسيا على إخوة الأشخاص اللي موجودين، إخوة الشخص المصاب بالتوحد؟ تماما. يعني نحن وقت بنتكلم عن التوحد دائما بنقول انه التوحد اكيد هو بيأثر بطريقه مباشره على الطفل، بس كمان في بيأثر بطريقه كثير قويه على العائله بكاملها. يعني ما بيأثر، يعني في تأثير على البي، على الام، وكمان على اخوه الاطفال يلي عندهم مصابين بحاله التوحد. ومش هيك نحن بنقول انه في علاج وفي تشخيص، بس في كمان محل معين بدنا نطلع بالاخوه، لأنه هذا الموضوع بعد في كثير أشخاص بركي منهم بيجهلوا شوي أهميتها، قديش هنم عم يتأثروا من وراء حالة التوحد. so أول شيء رح نتكلم عنه، تنقول أنه في أكيد ديناميكية بالبيت عم تتغير. يعني في مثلا على سبيل المثال في أنشطة ترفيهية كانت تنعمل صارت تتوقف، لأنه بدنا نوفر الثمن تبع العلاج تبع التوحد، لأنه ثمنه بيكون كثير عالي عادة. في سفرات أو طلعات لبرا بلشت تتخفف من وراء هذا الموضوع. في حتى أنشطة اجتماعية بلشت تخف، لأنه في صعوبة إنه نحن نقدر نسيطر بركي على سلوك خينا وأخصنا برات البيت. مرات الأطفال اللي عندهم توحد معقول يكون عندهم سلوكيات غير اعتيادية، معقول أشخاص تانية ما يفهموها، أو يصير في تنمر. يعني بيصيروا الأطفال خايفين إنه يعزموا أصدقائهم على البيت، لأنه ما بدهم إياهم يشوفوا بركة سلوكيات معينة. يعني هيدا النوع من التغيير. في بهيدا التغيير في شقين، بدنا نتكلم أكيد عن النتائج السلبية والنتائج الإيجابية. إذا بدنا نبلش خلينا نعم دكتورة، أكيد لهذا الموضوع تأثير مثل ما ذكرتي على صحة الأشخاص، يعني الأفراد الموجودين في البيت. فبتذكرين الحين دكتورة قلتي لي النتائج السلبية لهذا الموضوع. مظبوط. خلينا نبلش بالنتائج إذا بدك الإيجابية، تنبلش دائما بالإيجابية. بنلاحظ عند الإخوة، إخوة الأطفال اللي عندهم توحد، في مرونة نفسية ونضج أكثر وأسرع من غيرهم. ليش؟ لأنه أتوحد بيواكب مشاكل أو صعوبات من هو عمره صغير، بيصير متسلح وعنده سلاح معين يقدر يواجه الصعوبات بالمستقبل. يعني كل ما نحن نقطع بصعوبات نحن وصغار، كل ما نحن قادرين أنه نواجه صعوبات بالمستقبل. وفي نضج وفي مرونة نفسية، في كمان شعور بالغير. يعني وقت بنشوف بابا وماما كيف عم بيضحوا، كيف عم بيشعروا، كيف عم بيساعدوا خينا، بنصير نحن كمان عنا هالقدرة انه نشعر لغيرنا ونحس معهم ونساعدهم بطريقة افضل. في كمان اكيد ثقة بالنفس، لانه مرات بيعملوا مقارنة بينهم وبين خيهم، بحسوا انه في فرق، بحسوا انه خيهم او اختهم في اشياء مش قادرين يعملوها بس هم قادرين يعملوها، بصير في ثقة بالنفس، والصورة اللي بينظروها لنفسهم بتكون إيجابية أكثر. هول النتائج الإيجابية. هلأ أكيد مش كل موضوع في عنا سلبي وإيجابي. الصعوبات اللي عم بيواجهوها هو أنه أكيد في شعور بالخجل، في شعور أنه في ناس معقول يتنمروا أو يضحكوا شوي عليهم، أو يقولون ليه أخسك أو ليه خيك عم بي يتصرفوا على هيدا النحو، هل ليه ما بدو يتكلموا، ليه عم يتصرفوا بهالطريقة. بصير في شوية خجل، بصير في كمان مرات غيرة، لأنه ليه بي وإمي بس عم يهتموا فيهم، ليه وقفوا للنشاط تبعي كرمال العلاج تبعه، ليش ما عم بيخدوني أو بيوصلوني، لأنه هم مشغولين مع خيي. يعني بصير في شوي غيرة، بحسوا حالهم شوي في شعور بالإهمال،
انه البابا وماما يلي الاهتمام تبعهم عم بيكون اكثر عم بيصب على الطفل اللي عنده توحد. في مرات شعور بالذنب انه ليش انا سليم صحيا ومعنويا وليش خيي او اختي عندهم مشكله او عندهم صعوبه معينه. مرات بيصير في كمان نوع من القلق انه بس يكبروا هل يا ترى اذا رح يتزوجوا يكون عندهم عائله، هل كمان رح يكون في توحد بالعائله، بيصيروا خايفين. وفي مرات بيمتصوا القلق تبع اهلهم او اضطراب او يعني كل ما يشوفوا اهلهم زعلانين او عم يبكوا او عايشين هم، معقول هن كمان هيدا الشيء ينرد عليهم بطريقه عكسيه. وكثير مرات بيصيروا بدهم يعملوا اشياء تلفتوا الانتباه، هل مرات بيصيروا عدوانيه اكثر من اللزوم، او مرات بيصير في انزواء، مرات بيصير في اكتئاب، مرات بيصير في تراجع اكاديميا، بيكونوا او عندهم نوع من الاكتئاب او بدهم يلفتوا انتباه اهلهم بهيدي الطريقه. الاكل والنوم معقول يكون متاثر، ومعقول اكيد يصير عندهم مثل ما قلت اكتئاب او قلق او كمان يعني صعوبات نفسيه ثانيه ناتجة من موضوع التوحد بالبيت. نعم طبعا دكتورة، مثل ما ذكرتي لهذا الجانب يعني إيجابيات وسلبيات، وأيضا لهذه الإيجابيات والسلبيات دور نقدر نقول الأهل في هذا الموضوع، هم اللي ممكن يحثون الطفل على الاتجاه. أحيانا تكون البوصلة يمكن الأم، الاتجاه الأم، إذا الأم كانت دكتورة تعي بالموضوع والأم ناضجة والأم يمكن عندها القدرة على أنها تسيطر على هذا الموضوع في البيت بحيث أنه ما يأثر على الأبناء الآخرين، أكيد ما يكون الضغط كامل عليها. ولكن في أمهات دكتورة في نماذج أيضا مثل ما ذكرتي، نماذج يعني واعية. يعني أنا في محيطي دكتورة شفت نموذج يعني ما شاء الله، يعني نموذج ما أقدر أعتبره هو ناجح أو فاشل، في النهاية أنا أشوف النموذج اللي أمامي ما أشوف اللي يستوي. نقدر نقول في البيت. ولكن هذا النموذج دكتورة كان إن مثل ما ذكرتي حس المسؤولية، مظبوط البنتين صغار دكتورة كانوا، ولكن إحساسهم بالمسؤولية تحسينهم إنهم أشخاص ناضجين وكبار. فهذا طبعا أيضا من التربية، من دور الأم اللي خلتهم يتحملون معاها مسؤولية هذا الابن، إن هذا أخوكم. وبالعكس دكتورة ما يستحون منه، وإذا تصرف تصرفات يعني مثل ما ذكرتي نمطية أو غريبة، سلوكيات اجتماعية نحن مو متعودين عليها في محيطنا، كانوا بالعكس يهدونا، يعرفون طريقة اللي كيف نهدي أخونا، كيف نخلي نبعده شوي عن المكان عشان يهدى. يمكن يعطونا دكتورة، لفت انتباهي الخيار، يقولون إنه ممكن إنه يعني يهدي، بس كانوا في هالوقت بنات صغار. فدور الأهل دور كبير، كيف ممكن يعني لأولياء الأمور إنهم يساعدون الأخوة على تقبل التوحد والتغلب على الصعوبات اللي تواجههم؟ مظبوط. أول شيء مثل ما تفضلتي وقلتي، أكيد الضغط ما رح يكون بس على الأم، يعني نحن especially خاصة بمستشفى جليلة وقتا بنكون عم نعمل تشخيص أو وقتا بنكون عم نعمل شغل مع العائلة، من جد بنصر كثير إن يكون البي والأم موجودين، لأنه اثنيناتهم عندهم دور أساسي ومهم كرمال يساعدوا أطفالهم يتغلبوا على الصعوبات. شو كيف فيهم أولياء الأمور يساعدوا؟ أول شيء بدنا نخبر ونفسر ونعيد المحادثة مرة اثنين وثلاثة قد ما بحاجة نقدر نفسر لهم للإخوة شو يعني توحد. أكيد ما منكذب، منوصل المعلومة مثل ما هي، بس الطريقة اللي منوصلها والإنفورميشن أو المعلومات اللي منعطيها بتكون على قد فئة العمر. يعني الأطفال الصغار فينا نفرجيهم صور، فينا نخبرهم قصص، الأطفال شوي أكبر بيكون في محادثة، فينا نعطيهم كتب، فيهم يطلعوا عبر الإنترنت. المهم أنه المعلومة توصل، لأنه وقتها بتتعرفي على الموضوع تقدري تتقبليه، وقتها أنت ما بتعرفي شو هو الموضوع بتخافي وبتصير تبعدي منه. ثاني شغلة فينا نعملها، أكيد نقول لهم أنه أنتم ما نكون لحالكم عم بتعانوا من هذا الموضوع، بدنا نشجعهم قد ما فيهم انه يشاركوا بورشات عمل خاصه بالاخوه، بيتعرفوا على بعض، بيعبروا عن مشاعرهم، كل واحد بيحكي عن معاناته قد ما نحن نقدر نساعدهم. بتعرفي انه اكثر شخص معقول يشعر مع الثاني هو الشخص يلي عم يقطع بذات المعاناه. نعم نجرب قد ما فينا نشجع الاخوه تتعرف على بعضها،
عائلات مختلفة عم بيكونوا عندهم ذات الحالات وبيقدروا يساعدوا بعض. ثاني شغلة واللي هي أهم شغلة إنه يعبروا عن مشاعرهم، يعني نحن ما فينا إنه لا هيدا الشعور اللي عم تشعروه غلط أو كيف هيك عم تشعروا، لازم دائما تحبوا خيكم. أكيد بدنا نحب خينا وإختنا، بس طبيعي يكون عنا مرات مشاعر إيجابية ومشاعر منا كتير إيجابية مثل حيالله شخص. وقت نحن بنقدر نتكلم عن هالمشاعر ونحطها براتنا، نحن بنقدر نرجع نطلع عليها بغير طريقة ونقدر نشتغل عليها نحولها من شعور سلبي لشعور إيجابي. بس نحن بدنا نعلمهم هاي الطريقة، وقت نحن كأهل بدنا نتكلم عن شعورنا كرمال نشجع أطفالنا هم كمان يعبروا عن مشاعرهم. ما لازم نحط حالهم أبدا بالذنب إذا عم بيشعروا بمشاعر مختلفة. وأكيد بدنا كمان وقت بنعرفهم على خيهم وأختهم مش بس نتكلم عن الصعوبات أو الكسور المعقول يكون عندهم إياها، بس كمان عن نقاط القوة اللي عندهم إياها كرمال يقدروا يعني إذا بدك يتقربوا منهم. بدنا نلاقي دايما أنشطة أو ألعاب يقدروا كل الأولاد عنا بالبيت يتماشوا معه ويقدروا يلعبوا سوا كرمال يتقربوا من بعض. نحن كأهل كمان بدنا نجرب نعطي شيء منسميه وقت الجودة، يعني لو 5 دقائق من وقتنا نقدر نعطيه لكل طفل بالعائلة كرمال هال5 دقائق تكون الاهتمام تبع الأهل 100% لهيدا الطفل، كرمال يعرف أنه عنده محل معين بالعائلة والاهتمام تبعه ما بيخف عن اهتمام طفل ثاني. أكيد في بفترة معينة عم نهتم أكثر بالطفل يلي بحاجة لنا أكثر، بس بدنا ننتبه على اللغة اللي عم نستعملها، يعني مش كل مرة بدنا نقول ما في أخذك على الرياضة لأنه خيك عايزني، أو ما في نعمل هيدي السفرة لأنه في علاج لخيك أو أختك. نحن عم نولد شوي شعور منه كتير حلو بين الأخوة. نحن لازم نتكلم نقول أنا اليوم ما في يكون معك لأني مشغولة، بس بكرة رح أقدر ألعب معك. يعني دايما نجرب ما نحط الحق على الأخت أو الخي، كرمال نقربهم من بعض. وأهم شيء يكون في قوانين بالبيت الكل ماشي عليها، ما يكون في ظلم. أكيد كيف عم نوصل المعلومة أو الأساس أو كيف عم نوصل الطريقة اللي منطبق فيها القانون بالبيت فيها تكون مختلفة حسب كل طفل ومهاراته، بس يكون في قوانين ماشية على الكل، كل من ما نحس إنه في تميز بين طفل وطفل ثاني. نعم دكتورة، يعني أكيد ذكرتي موضوع التعبير عن المشاعر، فهذا موضوع جدا مهم. يعني نقدر دكتورة أيضا نقول أن لا تخلون الأخوان الأشخاص المصابين بالتوحد دائما أن لازم يكونون لا راضين ولازم دائما مش زعلانين. فدكتورة هاي نقطة أيضا لفتت انتباهي. مزبوط مزبوط. وأهم نقطة إختي أنه مش غلط أبدا إذا حسينا أنه كل الجهود نحن أولياء يعني كباي وإم عم نجرب نعمل وحسين أنه هيدا الطفل مش قادر يتماشى مع الموضوع وعم يتأثر نفسياً، كثير مهم نخده عند أخصائي نفسي كرمال يقدر يتكلم عن هالمشاعر ويقدر يتغلب على هالصعوبات. ومتى ما نحس أنه نحن بحاجة إلى تدخل بروفيشنال هيدا الشيء ما لازم يخوفنا، بالعكس هيدي فرصة أنه نكون نحن عم نساعده يكون عنده صحة نفسية يكون مرتاح فيها. نعم دكتورة، طبعا نحن اليوم تكلمنا في موضوع الصحة النفسية لإخوة الأشخاص المصابين بالتوحد. إذا بلخص دكتورة نقاطك اللي ذكرتيها أن ممكن أن لإخوة أن يصابون ب يعني مشاعر سلبية مشاعر إيجابية، ممكن الآخرين يمكن لهم يعني نتائج أنهم إخوان لشخص مصاب بالتوحد تكون نتائج يا أما إيجابية أو نتائج سلبية، وفي كل الحالتين إذا شعرتوا بأن أطفالكم بحاجة للمساعدة بحاجة للتحدث أو تحسون أن هذا الطفل يحس أنه يعني غير مهتمين فيه، ننصحكم دائما أولا دكتورة مثل ما ذكرتي جودة الوقت، أن نخصص 5 دقائق لكل طفل في اليوم بعيد عن التلفون بعيد عن كل شيء. حتى هذا الموضوع دكتورة قريته في كتاب مؤخرا، يعني أن جودة الوقت أهم من الوقت اللي تقضين. يمكن تقضين ساعة مع ولدك بس أنت مش منتبهة معه، ما خلقت الحوار
ما تكلمتي معه، فنحن نقول دائما 5 دقائق من وقتكم في اليوم. شوفوا يعني ايش كثر هالموضوع بسيط، 5 دقائق يمكن باكر تستوي 10 دقائق، تستوي ربع ساعة، ولكن هال5 دقائق مع كل طفل بروحه ويكون في حوار بينكم وبين بعض بيخلق إن شاء الله يعني بيئة مثل ما نقول إيجابية بعيدة عن الضغوطات النفسية. ولكن أيضا دكتورة إذا احتاجوا بأنها إذا شعروا بأن هذا الطفل بحاجة للمساعدة يمكنهم دائما الاتجاه إلى الأخصائي النفسي. طبعا دكتورة الحديث معك ما شاء الله يطول، ودائما الحديث في الصحة النفسية يداهمنا الوقت فيه، لأنه يعني حديث جدا مهم، وتحسين أن الوقت يمكن ما يوفي يعني حقه. إن شاء الله دكتورة مايا الحلو بنستضيفك في حلقات أخرى لنكمل الحديث في هذا الموضوع. شاكرين لك جدا، شكرا تواجدت اليوم معنا، وأيضا نشكر لكم كل الخدمات المقدمة في مركز التميز للصحة النفسية التابع لمستشفى الجليلة التخصصي للأطفال. شكرا لك دكتورة مايا. شكرا لك، مع السلامة. شكرا، مع السلامة. أعزائي المستمعين، طبعا الصحة النفسية مهمة، والصحة النفسية لأطفالنا نقدر نقول أنها الأهم، ولأن الطفل إذا ربى في بيئة صحية وصحته النفسية كانت أفضل، إن شاء الله بيكبر مع تطلعات نحو المستقبل بإيجابية، ولا يوجد مثل ما نقول دائما خجل من أن الاستعانة بالأطباء النفسيين، فهي مجرد استشارات يمكن أنكم تأخذونها وتتجهون اتجاه صحيح بدون ما نتعب الطفل ويكبر مع مشاكل لا سمح الله نفسية. وفي ختام حلقتنا لليوم أشكر لكم أعزائي المستمعين حسن متابعتكم، آملين أن نكون دائما عند حسن ظنكم، وشكر الجزيل لفريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وكل الشكر لإذاعة نور دبي ومخرجنا المبدع سعيد المر، ويرافقه أيضا مخرجنا نمر، نوجه لهم التحية. ونشكر كذلك في التنسيق والمتابعة زميلتي ميرا الإخفلي، وكنت معاكم في تقديم برنامج صحة وسعادة، محدثتكم آمنة العلي، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة.